السلمة بروما ومع الشمعية والدنيا خديته ما فهموا ويلو قالوا شكي حيلو باهي نمشي للسياسي يقولوا لي سي لسون سي لسون سي حاتم لسون صاحب الهدف الممتاز والهدف الجميل قداش سجلت ساعه؟ ثلاثة بوك. تبارك الله باهي حاتم الاسماء الكبيرة برشا من الاسماء اللي لفتت الانتباه انت واللي بجنبك ديجا ميساج تو بعد نرجعوا نحكيو من الاسماء اللي شديتوا الانتباه خاصة في الدورة هذيا من بعد الحارس بالطبيعة بعد حارس المرمى بعد حارس النادي الافريقي من الاسماء اللي شديتوا الانتباه ومن الاسماء اللي كنتوا سوربريز معناها حتى الملاحظين الكل انشدوا معناها الناس ولات تسأل من جمعية قداش عنده عقد كذا الناس ولات برشا حسابات ولات تدور كان يخرج اللاعب صالح وجيب اختي صالح الاسود حاتم الاسود ويمضي على الهدف الثاني من النادي السويسي اذا تغيرت النتيجه بمركب النادي السويسي هدفين لصفر لصالح النادي السويسي الهدف الثاني كان في امضاء اللاعب حاتم الاسود كانوا شادين اولاد البلاد واولاد البلاد ما كانوش محبوبين ياسر من شيخ القره واليهود فضل هكا الناس معنا على موقع سيرسيان بوانيت حاتم كان تقدم لنا روحك قبل كل شيء السلامه مرحبا ومرحبا بالشده المستمعين حاتم الاسود لاعب النادي الرياضي الشيخصم من عام 2008 جيت عمري 13 سنه وتو معنا في النادي وكذا شنو الخطه نتاعك حاتم؟ متوسط ميدان وجون حاتم سمعنا ما تمشيش لالمانيا صحيح هذا الكلام ولا؟ لا والله صحيح فما اتصالات بيني وبين النادي ان شاء الله معني تفهمني في العقد كنت مع سيد المنصف خماخم قبل ماتش الملعب التونسي وسي اس اس كان تقول لنا شنو دار بيناتكم في هذه الريونيون والله صحيح معني قعدت انا في منصف هذاك في مقام بابا فهمني هو اللي جابني النادي الرياضي وعنده فضل كبير عليا فهمني الانسان هذاك نحترمه ونقدره برشا ونسمع كلامه برشا يمكن كتسمع الحكايه هو حكينا في الموضوع هذا فهمني في امكانيه معني باش نقعد في النادي اكدت له اللي انا راني جاتني الحكايه هذه اما راني ولد جمعيه معني ومعني وكونترا نتاعي مازال ما يوفيش توا فهمني وتفاهمنا معني باش ان شاء الله معني نفهموا بعضنا ومازال باش يحكي معايا وان شاء الله اللي فيه الخير ربي سهل وانا معني كما قلت لك راني تو معني مازال يربطني عقد ومازلت نلعب ومازلت كاو في سي اس اس وان شاء الله معني الايام القليله
سؤال بالنسبه لحاتم الاسود لاعب نادي الصفاقسي في فريق الامال اللي تلقى عرض من هارتا برلين ورفض تجديد العقد، اكد ولا يتم في الاخبار سي موسى؟ والله شوف بالنسبه لحاتم الاسود جبته عندي 8 سنين كي ولدي هذاك يعتبر جبته 12 سنه من المدنين وكان عندي معه انديل تحدي كون نحب نشوفك في فريق كبير مش في هارتا برلين عمرك 18 سنه كي ولدي هذاك يعتبر جبته 12 سنه من المدنين وكان عندي معه انديل تحدي كون نحب نشوفك في فريق كبير مش في هارتا برلين عمرك 18 سنه تخرج من هذا السوق تقعد حتى من الترجي الرياضي اسمع ما ظهرليش الترجي الرياضي ماهيش فريق اللي يعمل حوايج كي هذه مخير ماهوش من الفرق على الاقل معايا انا معناتها كانت علاقتي طيبه مع مسؤولي الترجي ما نتخيلش كون الترجي تقوم تعمل حوايج كي 13 جوان 61. مشاركة طيبة من نحن ثلاثة والجمهور فرحان بنا برشا. عودة اللاعب حاتم الأسود تمنيتنا ليه بإعطاء الإضافة المرجوة منه. بالنسبة للجوة أكثر فيها جوة طيبة ماني قاعدين جروب واحدة الواد الكل سوليدير ديجا ماني تشوف فينا ماني البارتي الأخرانية ربحناها هذاك ميريت ماني الحمد لله إن شاء الله نكملوا هكايا بالنسبة لي يعني واحد يخدم على روحه. علاء الدين المرزوقي حاتم الأسود كاد يفتتح التسجيل ولكن الحارس المغربي كان في وحاتم الأسود لأول مرة تقريبا سنة في القائمة نتاع 18 لاعب لاعب شاب وعنده إمكانيات كبيرة.
يجي الحمروني يمكن يتنزل كروس الحمروني. حاتم الاسود على هدف الاول حاتم الاسود قسم بي قسم بي طويله منه في اتجاه لحاتم الاسود الكنترول من الاسود حاتم يدل لي عوده للمباريات عوده يمكن بشويه بشويه بالنسبه لك انت اكيد يعني واحد تو رجع للريتم المباريات ورجع للتمارين على روحه ان شاء الله يعني واحد قاعد يعمل في مباريات باهي ان شاء الله يخدم على روحه وان شاء الله زي خيره كيف تشوف مستقبلك بالنسبة لك أنت سورتون وحاتم الأسود يعني من انتظارات أحبين النادي الأسود أكيد معني صحيح الجمهور يستنى فيه عنده وقيت الواحد معني ما عليه كان الخدمة يخدم على روحه ما عليه كان يابليك يصير تيران معني الحمد لله 3 بوان مهمين برشا في سباق البطولة إن شاء الله ربي معانا وإن شاء الله جاي خير شوفوا فيها أجواء ممتازة بصراحة بينات الملعبية جو ممتاز بالجروب أكيد معناها هذه هي الكويتين الثانية هذه هي اللي خلت الجروب هكا اللحمة مع بعضنا الكل ولاد الكل هكا وإن شاء الله ربي معانا الكل نايد واحدة وإن شاء الله كلنا في مصلحة النادي الرياضي الصفاقسي وربي معانا
انت يا حاتم برشا كلام تخيل عليك فتره اكيد معني واحد تو الحمد لله قاعد يرجع في الفورمه نتاعو مع فريق الامال قاعد يعمل في ماتشات باهيين ستيب باي ستيب كما يقولوا ان شاء الله معني الخدمه هي اللي تجيب وكل شيء بالعزيمه والصبر وان شاء الله ربي كبير وواحد يرجع للبلاصه نتاعو.